مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. سنقدم لك اليوم بعض القصص والحقائق عن ملك الموت، ولكن ما سنقدمه اليوم ليس لديه أي سند علمي، لذا انظر إليه من باب الطرف الفكري والتفكر في عجائب الخالق سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا لنبدأ. ملك الموت، ذلك الملاك الذي تهابه الملائكة. فملك الموت أحد الملائكة العظام الذين خلقوا لقبض أرواح البشر، ويقال أن ملك الموت أول من خلق من الملائكة العظام، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وآخر من يموت أيضاً من الملائكة العظام هو ملك الموت والله أعلم. والملائكة مخلوقات من نور، خلقت لخدمة عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، ومنها من هو موكل لخدمة البشر ومساعدته في إبعاد الشر عنه. وهنا يسأل الله عز وجل ملك الموت: ألم تبكي مرة وأنت تقبض روحا من أرواح بني آدم؟ فأجابه: يا رب أنت أعلم، قد ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال: كنت أستعد لأقبض رجلا وجدته يقول لصانع أحذية: اتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة. فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهي في الصحراء وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدري به أحد. فقال له الله: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري من هو الرجل؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. لماذا اختار الله سبحانه ملك الموت لقبض الأرواح؟ حينما شاء الله أن يخلق آدم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ظنت الملائكة من إجابته تبارك وتعالى أنه غضب عليها، فقامت تسبحه وتقدسه وتطوف بالبيت المعمور في السماء، والذي هو أقرب ما تكون عليه الكعبة في الأرض. أوحى الله عز وجل إلى الأرض: إني خالق منك خليقة، منهم من يطيعني ومنهم من يعصيني، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. قالت الأرض: أتخلق مني خلقا يكون للنار؟ قال عز وجل: نعم. ويقال أنه نزل إبليس عليه لعنة الله إلى الأرض وصرخ: أيتها الأرض، أتيتك ناصحا، إن الله شاء أن يخلق منك أفضل الخلائق، وأخشى أن يعصى الله فيدخل النار، وعندها ستدخلين النار أنت أيضا. فبكت الأرض. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدم، أمر جبريل ليأتيه بقبضة منها، من أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها. فلما أتاها جبريل ليقبض منها قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك ألا تأخذ مني شيئا. فرجع جبريل إلى مكانه وقال: يا رب، استعاذت بك مني فكرهت أن أقدم عليها. فقال الله تعالى لميكائيل: انطلق فأتني بقبضة منها. فلما أتاها ليقبض منها قالت له مثل ما قالت لجبريل، فرجع إلى ربه فقال ما قالت له. فقال عز وجل لملك الموت: انطلق فأتني بقبضة من الأرض. فلما أتاها قالت له الأرض:
أعوذ بعزة الله الذي أرسلك أن لا تأخذ مني شيئا. فقال: وأنا أعوذ بعزته أن أعصي له أمرا. وقبض منها قبضة من جميع بقاعها، من عذبها ومالحها وحلوها ومرها وطيبها وخبيثها، وصعد بها إلى السماء. فسأله الله عز وجل وهو أعلم بما صنع، فأخبره بما قالت له الأرض وبما رد عليها. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقا ولأسلطنك على قبض أرواحهم. فبكى. فقال له الحق تعالى: ما يبكيك؟ قال عليه السلام: إذا كنت كذلك كرهني هؤلاء الخلائق. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأجعلن لكل منهما سببا يموت به ينسيهم ذكر اسمك. وبالفعل فنحن في حياتنا تتعدد الأسباب والموت واحد، إبليس وملك الموت وآدم. يقول كعب لما حضر آدم الوفاة قال: ربي سيشمت بي عدوي إذا رآني ميتا وهو منذر إلى الوقت المعلوم. فقيل له: يا آدم، إنك ترد الجنة، ويؤخر الملعون ليذوق بعدد الأولين والآخرين ألم الموت. ثم قال آدم لملك الموت: صف لي كيف تزيقه ألم الموت. فلما وصفه قال: ربي حسبي حسبي. كيف يموت إبليس؟ بعد أن ينفخ في الصور النفخة الأولى لا يبقى على ظهر الأرض أحد إلا مات، فتفنى الدنيا، ولا يبقى آدمي ولا جني ولا شيطان ولا وحش ولا دابة إلا إبليس. فيقول الله لملك الموت: وإني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا، وجعلت فيك قوة أهل السماوات وأهل الأرض، وإني ألبسك اليوم أثواب الغضب والسخط كلها، فانزل بسخطي وغضبي على ملعون إبليس، فأذقه الموت، واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس، وليكن مع الزبانية. فإذا انتهى ملك الموت إلى إبليس فيقول له: قف يا خبيث، لأذيقنك اليوم الموت بعدد ما أغويت. كم من عمر أدركته، وكم من قرون أضللت، وكم من قرناء لك بسوء الجحيم يقارنوك، وهذا الوقت المعلوم الذي بينك وبين الله، أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى المشرق، فإذا ملك الموت بين عينه، فيغوص في البحار، فإذا هو بملك الموت، فترميه البحار، فلا تقبله، فلا يزال يهرب في الأرض، ولا محيص ولا ملجأ ولا منجى. ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم ويقول: من أجلك يا آدم حولت ملعون، فيا ليتك لم تخلق. فيقول لملك الموت: بأي كأس تسقيني؟ فيقول: بكأس أهل لظى وأهل سقر والنار والجحيم أضعافا مضاعفة. فيتمرغ إبليس في التراب مرة ويصيح أخرى، ويهرب مرة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه لعن، ونصبت له الزبانية والكلاليب، وصارت الأرض كالجمرة تحتويه الزبانية، فيطعنونه بالكلاليب، فيكون في النزاع والعذاب إلى ما شاء الله. وفي أحد الروايات أن إبراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن، فقال له: اصرف وجهك عني. فصرف، ثم نظر فرآه في صورة شاب، حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الرائحة، حسن البشرة. فقال له: والله لو لم يلقى المؤمن من السرور من شيء سوى وجهك كفاه. ثم قال له: اصرف وجهك عني. فصرف وجهه عنه، ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود، رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، كأقبح ما أنت راء من الصور، تحت كل شعرة من جسده لهيب نار. فقال له: والله لو لم يلقى الكافر سوى نظرة إلى شخصك لكفاه. صفات ملك الموت في إحدى الروايات: أنه ملكا عظيم الخلقة والمنظر، قد بلغت قدماه تخوم الأرض السابعة، ورأسه تحت العرش، وهو جالس على كرسي من نور، والملائكة بين يديه وعن يمينه وعن شماله ينتظرون أمر الله تعالى، وعن يمينه لوح، وعن شماله شجرة عظيمة، إلا أنه لم يضحك أبدا، وهو الملك الذي
تفزع منه الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع، وأن حملة العرش إذا قرب ملك الموت من أحدهم ذاب حتى يصير مثل الشعرة من الفزع منه. وملك الموت ككل نفس سيموت، والذي يقبض روحه هو الله سبحانه وتعالى. كيف يموت ملك الموت؟ بعد النفخ في الصور النفخة الأولى وموت كل الخلائق في الأرض والسماء، يبقى ملك الموت الروح الحية الوحيدة بين يدي الله، فيقف بين يديه عز وجل ليقبض الله بيده روحه. يسأل الله ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت، وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول عز وجل: وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فيصبح الكون كله سكون، وإذا بالحق يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله، ويقول: يا دنيا، أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيرد الله عز وجل فيقول: الملك لله الواحد القهار. وفي النهاية، إذا أردتم قصصا وحقائق عن ملك الموت مع الأنبياء والملائكة ووصفا لملك الموت كاملا، اترك في التعليق وسنقوم بتنزيل جزء ثاني إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وهذا الفيديو خصوصا الذي يحكي عن نهاية العالم، نبوءة نبي. شكرا على المشاهدة. نحن الآن قبل دمار الأرض، نهاية العالم، نبوءة نبي. واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين.